بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قمة شرف طلقت وانجبت قمة، قمة شرف طلقت وانجبت قمة، وخيعون الشرف بي تطلق العصمة. إذا بضعة محمد جابت الحوراء، شو تجيب النسا وبيتفخر الأمة؟ شو تجيب النسا وبيتفخر الأمة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي مشاهدي قناة الإمام الحسين الفضائية الثانية، أهلا وسهلا بكم وبرنامجكم أحيوا أمرنا، وهنئكم بميلاد مولاتنا أم أخيها بطلة كربلاء السيدة زينب عليها السلام، وأهنئ مولانا صاحب العصر والزمان وشيعة أمير المؤمنين والحشد الشعب المقدس ومراجعنا العظام. أسأل من الله أن يكون هذه الليالي وهذه الأيام والفرحة إن شاء الله فرج لكل عسر إن شاء الله، ورفع هذه الغمة عن هذه الأمة بحق محمد وآل محمد. كما لا يفوتني أن أرحب بخدمة الحسين ضيوفي هذه الليلة، خادم الحسين الرادود المبدع محمد جلاوي، أهلا وسهلا بك. حياك الله مولانا، الله يحفظك، الله يسلمك. والشاعر الحسيني خادم أهل البيت علاء الزبيدي، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك. طبعا احنا متعودين قبل أن نبدأ بأي حوار وموضوع نسمع شيء نهديه لمولانا صاحب العصر والزمان، ونسمع بالبداية من خادم حسين محمد جلاوي، تفضل. يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، نرفع أطيب التهاني والتبريكات إلى مقام مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف، وإلى العالم الإسلامي ومراجعنا العظام ومحبي محمد وآل محمد بهذه المناسبة العطرة، وهي ذكرى ولادة بطلة كربلاء عقيدة الطالبين مولاتنا زينب عليه السلام. سأل الله عز وجل بحقها وبحق هذه المناسبة أن يعجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان، وأن ينصر الحشد الشعبي أحسنت والقوات الأمنية وكل من يدافع عن الدين والمذهب. وأقول في حق محمد وآل محمد، بآل محمد بآل محمد عرف الصواب، بآل محمد عرف الصواب، وفي أبياتهم نزل الكتاب، وفي أبياتهم نزل الكتاب، فهم حجج الإله. فهم حجج الإله على البرايا، بهم وبجدهم لا يستراب. اللهم صل على محمد وآل محمد. ونحب نسمع منك أيضا خادم حسين، شو تقدم مولانا صاحب العصر والزمان للمشاهدين هذه المناسبة القصيدة الأولى افتتاح إن شاء الله. ماشي إن شاء الله. بالبداية أهنى العالم الإسلامي والأمة الإسلامية بولادة جبل الصبر السيدة زينب سلام الله عليها. أرد أسولف سالفة ومقتنع بيها، يجوز تحكيها وراي تقول سالفته ثقيلة. زينب بيوم المشت للشام من جيوش أمير تهبت وصارت ذليلة، استحى نوح والله يمكن قال لابنة أنا خلفتك حريمة حيدر مخلف العقيلة، ولو هاي أمها الزكية وهاي جدها المصطفى الزارة حنبته بنص دليلة، هاي زينب من حجاب السماء يوقع كانت تلمه وتشيله. الله، كانت تصفطه وتشيله. سنت سلامتك. سنت الله عليك. ملاتي أبو زينب حبيبي، بالنسبة للسيدة زينب سلام الله عليك وعظمة السيدة زينب وأهمية السيدة زينب للتشيع ككل، للإسلام ككل، باعتبارها الركن الثالث من أركان الطف أو الركن الرابع نقول، باعتبار زين العابدين سلام الله عليه أيضاً ركن من أركان الطف كان. أحسنت. فنقدر نوصل بالقصيدة المولودية اللي تقراها، تقدر توصل بها للجمهور مثل ما توصل مثلاً قصيدة الرثاء المجلس
والله أبو علي، بالنسبة للقصيدة اللي تخص المولد وخصوصا بالسيدة زينب، يعني دائما نتمنى من الشاعر الفكرة تكون، لأنه تدري وضعنا هسه، نعم وضع السيدة زينب بالشام سوريا، نعم. وضعنا هسه احنا هنا، يعني لازم تكون هادفة وبها دعم للمجاهدين اللي جاي يدافعون عن عقيدة محمد وآل محمد، لأنه السيدة زينب هي المثال إنه والكل من يدافع عن محمد وآل محمد. فماذا أقول في من أكملت مسيرة الطب والرسالة المحمدية؟ يعني تقدر توصل بها الصورة للمجتمع، تشوفها القصيدة المولودية توصل اللي تريده للمجتمع؟ لو بس بعد قلت لك حسب الفكرة، حسب الفكرة اللي تنطيها للشعر، القصيدة الموجودة يعني حسب فكرة القصيدة. أكو قصيدة تصير تعبوية، أكو قصيدة تصير عقائدية، أكو قصيدة تصير بحق الولادة، يعني مضمونها. نعم حسن. نفس السؤال أسألك بي بالنسبة للقصيدة اللي تكتبها أنت، شو تشوف أنت مثلاً ذب جهدك في قصيدة الرثاء الحزن مثلاً اللطم أو القعدة أو في القصيدة المولودية؟ يعني شو تشوف أنت؟ أكو شاعر يقول لك أنا مثلاً أستغل المكان ما أكتبها المولودية، هاي الفكرة الحلوة أكتبها رثاء، أو يكتب الرثاء نفسه كأنما هي مولودية، فأنت شو تشوف؟ يعني نهمل طرف ونفضل طرف ثاني عليه؟ لو طبعاً خلي اهتمامنا بالطرف، هو الموضوع واحد سواء كان مولودية أو قصيدة رثاء، لكن هو حتى بالقصيدة المولودية تلقى أنت حزن بالنسبة للسيدة زينب، وبصورة عامة الفكرة والناس تميل للدمعة، حتى بالفرح تميل للدمعة، لكن القصيدة الرثائية تكون هادفة أكثر وتوصل الفكرة أكثر، لأن أنت هي موضوع اختصاص حزن، راح يكون الموضوع كله عبارة عن حزن، وتوصل أكيد بالقصيدة الرثائية تكون أكثر الفكرة توصل. أي نعم. يعني أنت شيء رأيك أي مثلاً؟ أي زين على هالأساس هذا، يعني مثلاً شون يعني أنت حالياً من تكتب القصيدة المولودية للسيدة زينب، يعني ما راح تهتم بها أكثر من اللطم؟ مو ما أهتم بها، لا بالعكس، بس لا يكون بها نوع من الحزن، حتى قصيدة الفرح يكون بها نوع من الحزن، لأن قلت لك الناس تميل للدمعة أكثر من ما تميل للفرح. أحسن. ملا محمد جلاوي، بالنسبة تشوف مثلاً حالياً العراق صار به مثل ما نقول عكاظ جديد من الشعر، هاي التضاربات الشعرية اللي صارت حاليا في العراق كلها دي تطلع من حق السيدة زينب، لو أكو فد إخفاقات السيدة؟ لا خاول إخفاقات مبينة أبو علي، يعني أكو تجي يكتب صورة وما يعرف مثلا الصورة هاي بيها يتعدى الخط الأحمر على السيدة زينب أو لا مثلا؟ بعد هي تتبع الثقافة، ثقافة الشعر، يعني أكو شعراء هم يسيئون للقضية لكن بدون ما يشعرون، تجي أنت حضرتك الله يحفظك أو الشاعر الفلاني اللي عنده ثقافة، من يشوف هالقصيدة ينقدها، يعني تطلع السلبيات اللي بيها، يعني بغض النظر، يعني نتمنى احنا نكون الشعراء تكون عندهم ثقافة حتى ما يوصل هذا الخط الأحمر اللي نقوله، حتى ما يسيء ما يتجاوز عن، يعني ما أقدر أنا أقول على السيدة زينب انذلت، لا الشعراء هواي كتبوا انذلت، صح مو لا، بينما هي جبل الصبر مثل ما تفضل الأستاذ علاء قال جبل الصبر، بعد هي بيت أمير المؤمنين، لو كان ذليلة ما كانت أسقطت دولة بني أمية سنت. وما كانت قامت بهذه الثورة، يعني هو تجاوزات صارت بالطرف الآخر، لا والله أكو يعني الشعر أنا أكون يصير واجب على عاتق الرادود، إذا كان الرادود متقرف لازم مثلا من تجي القصيدة تعرض عليه، لازم يصير في محاورة بينه وبين أبو علي التجاوز. شو بس القصائد اللي جاء تنزل، القصائد اللي جاء تنزل أكو رواديد سمع رادود فلاني من الناس الله يحفظهم كل الروادي إن شاء الله خدام الحسين الشعراء، سجل قصيدة هدفه بس يطلع صوته، ما يتابع القصيدة، ما يعرف شو مضمونها، مجرد جت القصيدة راح الاستوديو سجلها، ما يعرف هاي باكر تنقد ما تنقد، مو أغلب التبعد سيد العارفين تعرفها، فمن هالباب أكون أسلاف والله، ما اللي يشوف القصيدة يسأل ناقش ويا الشعر يا بغير لها المفردة مو صحيح، وهذا الصحيح هو إحنا اللي نوصل هالفكرة للرواديد بالذات الشباب الناشئين، لأنه إحنا مثل ما تقول بالنسبة للملا محمد جلاوي والرواديد الباقين اللي الله وفقهم والإمام حسين لإخلاصكم إن شاء الله، وظهرتوا على الشاشة إن شاء الله تكملون مسيرة الكبار وتستلم من عندكم إن شاء الله الأجيال القادمة، فلازم نوصل منكم هالكلام باعتباركم أصحاب كلمة وتسمع من عندكم الناس. أحسنت أحسنت. نسمع منا قصيدة مولانا. يا زهراء يقول أبعد تحية من الغاضرية، أبعد تحية من الغاضرية، لزينب هدية، لزينب هدية، هاي المسية، هاي المسية،
يا راية الدين يا كحلة العين يا سلوى تحسين بطلة كربلاء بنت الزكية وحامل حمية وسيد الوصين بطلة كربلاء وانت الثرية ونور الوطية وأعظم سجية وأعظم سجية غاي المسية شعلة انت بالطاف للشيعة رحمة واصبحت نقمة ضد المظالم وما حد يطخ راسك يا صرخة فوق العوالم راسك يا صرخة فوق العوالم شامخ على التل شخصك تمثل يهدي البرية يهدي البرية هاي المسية هاي المسية صبرك يا زينب أعجب وأعجب من العجائب وخدر العقيلة ماكو مثيلة ربات الأطايب كلك حقيقة وللحق طريقة وبلا انتقية وبلا انتقية هاي المسية سنت. أحسن الله لكم أحسن الله لكم وضفت القصيدة لك أو أكملتها الله يحفظك الله يحفظك أبو علي في الورقة شاعرنا العزيز أبو حسين بالنسبة للبحور الشعرية جاي نشوف اكو بحور شعريه تطلع جديده مثلا قسم يقولون هذا مثلا نص هجري مذيل او مثل يقول لك نص شيعة مذيل بينما هي لها اسماء ثانيه اي طبعا او فد يعني حاليا قبل كانوا يكتبون مثلا على بحر شعري حاليا جاي يكتبون مثلا على طور على مقام ويختار منه لحن ويشوف هذا اللحن يقعد مثلا طلع البدر علينا يا فاطمه خلينا نقول مثلا زين هذني شلون راح يصير تداولهن بالنسبه للاجيال الجايه تنسى هاي البحور الشعريه لو شلون يعني شوف مله هو ماكو بحور جديده لا هي البحور ثابته واكو اوزان من عندها زين فهم صار هسه هجين قام ياخذون من مثلا بحر الرجز نعم. ياخذ لك تفعيلتين مستفعل مستفعل مثلا نعم. ويخلي لهن مثلا شوفوا حسب اللحن شي لحن مثلا يخلي لها فاعلات من الرمل هيجي صارت او قام صار خلط مثلا بين البحر الرمل بحر الهزج بحر يعني الرجز رجز هيك رجز مذيل مثل ما نقول احنا هاي احنا قمنا للاسهل هيك من يمنا نسمي لكن هي البحور ثابته والاوزان ثابته ما حد اجى بوزن جديد او فشي بس هو مجرد صارت خلط يعني بالاوزان من اجل اللحن الغايه زي. من عند اللحن حتى يعني تخرج نص هجري ما عندنا قصيده ليش ما عندنا نص هجري نص هجري عندنا مثلا نص هجري هجري شطر كامل شيعتي عندنا نص من عنده يسمونه بجنوب الشابك أو الشبقها أي الشبقها فاعلات 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 الشيعتي اللي هو شيعتي من بحر الرمل احنا الحسينيين نسمي شيعتي أي هو شيعتي احنا نحشيك على ذني عن عفو القريض أي أعرف أعرف الشعر الشعبي أعرف الهجرة والتجنيبة والميمر والموشح والهجيني أعرف فلما تجي للهجري الهجري نقص حرف عن الشيعتي فاعلات 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 أو فاعلات 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 فاعل أو فاعل يجي يسموه هجري ناقص حرف زين هذا بس لازم يعني ذني يصير واحد يوثق فد مثلا بحر جديد بحر شعر اذكر ايش قال منو سماه جابر مثلا اي 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 زين عندنا مثلا اذكر انا بقصيده اللي يمكن كتبتها يطلع شيعتي ناقص حرفين او ثلاثه او فايزي زائد حرف هيك يطلع لا مو يروح على الموشح هنا يعني. ممكن يطبع الموشح هنا لان شيعتي من ضمن الرمل والموشح من ضمن الرمل الموشح لا تنسى بموشح كامل وموشح ناقص حرف اللي هو يكتبوا الموشح الطوير جاوي يسموه هسه اعتقد اللحن يعني جاي يحكم اي فهسه يعني قلت من اجل الخروج بلحن جديد صار هذا الخلط فهو اللحن يعني هسه حاليا النتيجه نفسها طلعت يعني ايه باعتبار هسه اللحن قاعد يحكم انت تكتب كلام عليه حتى مرات يطلع من البحر اي هو هسه صارت الكتابه اكثر شيء على يعني مثلا ينطيك لحن انت لما تجي تفعله تلقي كل كلمه مثلا او كل كلمتين من تفعيله احسن فانت تضطر تكتب عليها الله يوفقك ان شاء الله نحب نسمع منك قصيده ماشي
راح اقرأ للزهراء سلام الله عليها. سلام الله عليها. هي راح تصير خلط ذي سولفنا على القصيدة الحزن والهاي والش اسمه هي ولادة، فراح اقرأ لوحة مولودية تنورنا ان شاء الله. تنورنا ان شاء الله الزهراء. قول ودى الملح حيدر مهر للزهراء، الملح والزهرة شوف الموقف ايش كبره، ما ردته وقالت ملح هذا رخيص خل بالك وياي، وتعرف العبرة هذا المهر غالي، وجاب داحي الباب رادت بيت بين قيمة العشرة، ولأن لا ذهب لا فضة المهر بيتشان، الله انطاها فضة وتخدم بأمره الله، وذا عن فضة قولا حافظ القرآن جا بس الله يدري حافظ الزهرة الله. وها مولاتي ها انتم والحسين والعباس هم وليدك يصير الله، وانا تسمى خادم وادري والله لحد يوم القيامه وبيه تقصير، يا المارتي يا المارتي عشر اخوان فد يوم يلعبون بشقه وبصفهم البير الله، يا الاسمك حرز بجناح جبريل ولذلك مامن لما يطير الله. احسنت. زهرنتي زهرنتي بوسط لوحه ورا الباب انعجب بيك القدر دقلك بسامير، يا اللي تزكين حتى الهول بالبيت وزكاة الضلع كانت دفعة الباب، أنا قرأت مو إلا أقرأ قرآن شو هو على ضلعك نص الكتاب، أنا قرأت مو إلا أقرأ قرآن شو هو على ضلعك نص الكتاب، وعلى من باب خيبر طلع الحيف لأن يدري الوصية من أغلى الأحباب، يلا تطفى جهنم لما تبكين كفر كل من لك ما يحسب حساب، ترافد جنة الله بصفك الضيع وتفتخرين بالكرارة وتراب الله، يا رهبة محمد يوم الإسراء يلي بكثرك محمد عمره ما حاب، على راس القاع جدمك لما يدوس يصعد مستحاها وتلبس حجاب، الباب الجنة ضلعت كان مفتاح كسروا ذولا مكسورين الرقاب، ما يدرون مستنسخ الكرار ضلع حيدر الباب الجنة ينجاب. أحسنت. سلامتك. أحسنت. الله عليك. الله يخليك. لك على السريع عندك مقومات مثل ما اكو مقومات القصيدة الرثائية تنجح بالمجلس، مقومات النجاح للقصيدة المولودية من خلال شعرها وكلامها مثلا، وشون يعني اقدر انا اوظف ذني كله انه انجحها من خلال حاليا المواليد جاي اشوفها شلون يصير، بحيث احنا كم رادود يعني كم رادودكم سحبنا انفسنا وسحبوا انفسهم من المواليد لهذا الشيء، بحيث بالمجتمع صار فد نظره غير نظره بنقول عن المواليد الا الخاصه. مع الاسف مع الاسف. شلون نقدر نعيد هذا الموضوع؟ شوف عندك فد رؤيه على هذا الموضوع؟ والله هو قبل فتره صار فد موضوع سموه الحشد الحسيني اللي تناوله الله يذكره بالخير الشاعر جواد الخطيب. تحياتنا الشعب. تحياتنا اليه والله كخدام الحسين. تناقله باغلب المحافظات. وتجاوبوا وياه، لكن مع الأسف يعني مو ذاك التأثير، لأنه الناس جاي تميل شغلة الدي جي، ما جاي تتعب، ما أعرف شنو المشكلة، هم ما يعرف هو جاي يخدم أعظم شخصية بالتاريخ، هو يخدم محسوب يقول أنا خادم الإمام الحسين، لكن الحسين ما يرضى عليه طبعا، لأن أنت الدي جي بعد إحنا كلنا انسحبنا، أنا واحد من الناس انسحبت المولد الله شاء. بس هذا يعني شو تقول؟ مو لازم يعني احنا لازم ما نترك الساحه، ما نترك الساحه الان لانه اذا نعوفه للدي جي شلون لازم اكو معالجات اخرى، ما هذا بعد وقتنا ظرفنا حكمنا هيك حكم يعني. اي والله حكم الضرب مع الاسف. ان شاء الله نكمل هذا الحديث بعد ان نذهب بفاصل ونعود ان شاء الله، ابقوا معنا احبتي وبرنامجنا احيو امرنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم احبتي مشاهدي قناه امام حسين الفضائيه الثانيه مجددا وبرنامج احيو امرنا، اهلا وسهلا بكم وكل عام وانتم بخير بمناسبه مولد السيده زينب عليها السلام. نعود لك يا حبيبي ابو زينب، احنا قلنا الساحه مثل ما تقول مرات تفرض على الرادود والشاعر انه يسلك فد مسلك، لكن هذا المسلك ربما يكون غير قابل بيه الامام الحسين، او يتطلب من عندنا انه ما نتركه، نبقى ندعو حتى احنا نخرج من خطيه مثل ما تقول الساحه، او نخرج من ذمتنا امام الحسين وامام الاجيال اللي قادمه. فاحنا بهسه هالموضوع هذا اللي جاي يصير، وجاي نشوف تقريبا 80 اذا مو اكثر من 80% الشباب، مو صحيح؟ بالفعل جاي تتبع الطريق بالفرح الخطا، يعني شوف محرم يخلص تسمع اطوار ولا كانما كان محرم مثلا، لا حتى القصائد ما مو قصائد لاهل البيت زين. هذا شلون يعني احنا ذات مثلا قبل الفاصل تقول سحبنا
أبو علي أنا أقول لك انسحبت بالقراءة إيه، لكن وجود بالساحة أبو علي شنو هو يقول؟ ذكر أن نفعت الذكرى. نحن نأمر بالمعروف قدر المستطاع. أنا أشوف فلان رادود أقول لي أبا ترى هذا الموضوع مو صحيح، عسى ولا علي تعرف، هذا اللي نقدر له. زين يعني أنت فإن لم تستطع فبلسانك، مو وذلك أضعف الإيمان. إيه بس باعتبار يعني أصحاب الكلمة، أصحاب الكلمة وال هو إحنا بالكلمة نشتغل. أصحاب لا الكلمة المسموعة بالمجتمع أقصد لك، يعني الرادود اللي اسمه معروف أو الشعر اللي اسمه معروف. إذا أقول أنا بعد ما أتدخل وأسحب نفسي مو راح يصير فشل بالموضوع، ربما يتفاقم، ربما إحنا نتحمل مسؤوليته أمام الحسين أكثر من دول اللي فضل. والله بعد أنا أقول إلى متى يبقون يعني هيك؟ إلى متى؟ جاي يشوفون شو كل القنوات جاي تخص هذا الموضوع، شو كل الخطباء صح. المعروفين يذمون هذا الموضوع، يعني ليش تتعمد على هاي؟ لانه بفلوس، لانه بخرجيه. انا سالت واحد من الرواديد يقول لي شلون اعيش انا؟ انا عشتي علي صار احصل خير من الله؟ انا يقول لي قلت له هذا عذر بشرفك، هذا الامام الحسين يعني يقبل هيك؟ انت جاي تدوس على جراحه الامام الحسين في سبيل ان ترس جيبك؟ هاي واحد من الناس اللي يعتبر روحه يقول خادم الحسين، بعد هو والحسين ما نعرف عنه، الله يهديه ويهدي كل اللي يمشون بهذا الطريق. بس شو نسوي؟ احنا علينا نقله نوجهه والباقي على الله. واحنا ندعوهم من هذه القناه المباركه ومن هذا اللقاء باسم الملا محمد جلاوي والشاعر الحسيني علاء الزبيدي، ندعو جميع خدمه الحسين الشباب اللي الله وفقهم الحسين، مثل ما تقول اهلنا قبل كانوا يقولون خدمه الحسين الكبار الاباء الروحيين يقولون الحسين لبست دشداشه بيضه رجع الهيا بيضه لتلك احب اسود. سنت واشد على سواعد سنت. كل من يوقفوا بهذا الموضوع، لانه الموضوع بدا يتفشى. ومثل ما سمعتوا بانه حتى بعض الرواديد والشعراء اللي اسمائهم معروفه وكلماتهم مسموعه بالمجتمع بدا يسحب نفسه لانه ما شاف تجاوب. فاذا احنا نقول مثلا نخاف من الحسين باسر عقبه يحاسبنا ومولانا صاحب العصر والزمان على هذا الموضوع، فاحنا نقول له سيدي احنا اللي علينا سويناه وقلنا لكن ما شفنا تجاوب فسحبنا نفسنا. المهم ان شاء الله احنا ما سحبنا نفسنا، وانا متاكد ما سحبنا ان شاء الله. ان شاء الله حكيتها من حرقه قلب يعني. أيوة. والله انت موجود بالساحه وتدعو دائما، اشوفك بالمؤتمرات وبالتجمعات ونحب نسمع منك بعد قصيده. احنا اليوم طماعين بك بعد الاثنين وثلاثه. خدمتك ابو علي ان شاء الله. بس انا عندي مقطوعه شويه للسيدة زينب. سلام الله على السيدة. الوضع اللي صار بسوريا. نعم. يقول جبت وياي فرحه بلون الورود. الله. وجبت حسره لضريحي تترسل الكون. يا زينب مولدك بي افرح شلون، ناتجهم صبر ويتام يبكون. جبت عمري وقلت من عمري انطيج، يا زينب انت اسمك بالعرش نور نور. شفت عباس قدم جعفر وعون. الله. كل ظنها السقيف النور يطفون. اجوا ليك بحقيد بس رجعوا بساع. ليش؟ لقوا عباس. الله. لقوا عباس حارس حارس بابك وجون وجون وجون. يقول خدمها خدمها وحق زينب الكافلها كافلها. خدمها خدمها الوفية الما نسيت سطرت. خدمها زينب تحضر تسجيل إن شاء الله. إن شاء الله. خدمها خدمها وتقدم اسمائهم لمها الزكية. الله يحفظك الله يحفظك ابو حسين. ولا علاء او شاعرنا علاء الزبيدي، بمن تاثرت من الشعراء يعني حاليا اللي موجودين في الساحه او من القدماء الماضيين المرحومين؟ والله وش تحب الشعر القريض اكثر او الشعر الشعبي؟ طبعا انا سالتني عن التاثر، تاثر بكل قصيده حلوه سواء كانت الشاعر
تجربة أو شاعر شاب، كل قصيدة، لكن أنا أميل إلى كتابات الشاعر كاظم إسماعيل القاطع الله يرحمه، والشعر القريض والشعبي أقراهن، لكن أنا أميل للشعبي. أميل للشعبي؟ أي نعم. شو شوفه يعني وصل الفكرة أكثر من القريض؟ أنا أشوف روحي بالشعبي. اي يعني ذاتي يعني جمهور الاكثر هو الشعبي. ما كتبت قريض يعني؟ لا كتبت بس يعني اشياء بسيطه يعني. زين. بالنسبه ل قلنا على الصور الشعريه اللي تطلع بالساحه حاليا، اي اكو صور شعريه قلنا عليها، سالت محمد عنها بس ما سالتك، صحيح؟ اي نعم. اكو صور شعريه تظهر بالساحه، لانه سؤال يتوجه للرادد الى جواب وشاعر الى جواب. اي صح. هاي الصور الشعريه اللي جاي تنكتب بيها صور جدا جميله يعني، فمنشوف شعر مثلا الماضين مثلا كاظم منظور او غيره من الشعراء اللي كانوا موجودين رحمه الله عليهم يحفظ الباقين، اشوف بيه صور حلوه لكن كان مركز على المصيبه اكثر شيء. حاليا اكو مثلا خلى الطير يحكي، النجم يحكي، القمر عكسها على كربلاء، النجوم، الكواكب، الاطفال، القمر، العباس، الشمس، غيره مثلا. هذن الصور اشوفهن بالمجتمع يعني حاليا بكل مكان يمشين، من اللي هو كل يعني شيء. مثلا قصيدة أقرأها بالكويت أو بالعراق أو لا سوريا أو من اللي هو كل شيء يتغير حاليا. فقبل كانوا الشعراء الله يرحمهم يميلون للقصيدة الكلاسيكية والمصيبة، ما يركز على الصورة والهاي. حاليا شعراء الشباب يركزون على الصورة، الموهبة تنمت، الاحتكاك أكثر، وسائل التواصل صارت أكثر، وهذا كله يشجع أن تكون القصيدة جيدة. وما ننكر أنه أكو مثل ما ذكرت إساءات بالكتابة، لكن كل مجتمع إلى القصيدة اللي يسمعها وإلى اللون اللي يسمعه. فمو القصيدة معناها هسه القصيدة اللي هي صور يسمعها أبو الكويت أو أبو البحرين أو هاي بالعراق ممكن، بس مو كل الدول ذات تحكي عالميا، مو كل القصائد تمشي بال يعني. مثلا باعتبار أقول أنا مثلا قبل كان تعدد ثقافات، لكن هسه مثل ما تقول أنت مثل ما قلت من ساعة تواصل اجتماعي، وتقريبا قام يتواصل أبو الكويت وأبو السعودية وأبو العراق وأبو سوريا وأبو إيران وأبو لبنان، صحيح. وهذا التواصل الاجتماعي صارت تداخل بين الثقافات، ربما يولد فد وحدويه بالقصيده او في لا الكلام. لا انا اعرف يعني اكو رواديد هم ممكن يعني بالعراق اسماء يجوز فشلوا بغير دول بسبب القصيده، بسبب اختيار الشعر. فهذا يعني مو ثقافات باقيه يعني. اي مو شيء اساس، حتى لو تطورت مو تطور بالقصيده. كنت تطور بغير اتجاهات وغير جوانب، بس مو بالقصيده حصرا. زين القريض يمشي في كل البلدان؟ اي نعم. تقريبا قريض يعني اكثر من الشعبي. والشعبي لا مو كل البلدان. حسن شو سمعنا؟ بما انه السيدة زينب ام اخيها، فراح اقرا قصيدة المعاناة واهديها لكل شهداء العراق والى كل ام عراقية. حسن. هي مجموعة معاناة تقول: هيا ليل، هيا ليل، ما اريد ان بعد كل شيء، روح تسرسحت بالماي يمي ولا إلك مهلة، بعد نحفر وطن بالقاع كل شي بعيني ما يحلى. سنت. وبعد نحفر، بعد نحفر وطن بالقاع كل شي بعيني ما يحلى، وبعد نعلق شموع القاسم بعاشور واتذكر إخوان الراحة وبدجلة. الله. وعلى عيون الجرف طشية صم كحلة، بعدنا على العجد والطوف ناس وداعتك فقرة، وبعدها عيوننا على الغيم نفرح من تزخ مطره، حزننا الخاطر الصفصاف شوف وجوهنا الصفرة، هذول احنا وهذاك اللي نريده بعيد، اي بعيد بعيد سيرنا عليه يا ليل ولا ضيف بوجه يقرا، ردنا اللي يضحك ويا الماي ما ردنا اللي يمت سفره، الله ندق بالباب ويسمعون فزعوا طفوا القمره، إيه يا ماي، إيه يا ماي، ما ريدن بعد كل شي، رد لعزازي، رد لعزازي، وأنا أنطيك كل شي بعمر ضميته، أنطيك العلم بيدم على الشبات شديته، بعده بعده أم الشهيد تريد ابنها وين وديته، من جابه وقميصه تذكرت يعقوب ظلت على الشرايع عمر تانيته، وما تترس عيون الناس لما يرجع الجناز، وانا بروحي وحشة ماي مشمورة على قبر عزاز. الله. وانت تعرف حاله شلون كل من يفقد الغالي،
بعدنا اشتاق للطيبين ودق رجلي على تشالي وبعد بحرورة الملقع لتشف مخدر دلالي على كسرة خاطري معزوم مروا وشوفوا لبالي تحزمت بمواقفهم ورديت بظهر خالي ليش اللي نريده يروح بول ريل ويسافر وليش اللي يحب الناس يسحق جثته الحافر بصوان الزاد ما مش زاد بس حنة وشمع وبخور الفرح والراحة ما تنجاب إلا بيا علي وندور مر على المقبرة يا ماي شوف وش كم ظهر مكسور ما حد قال ليش محتاج ما أدري إيش بيها هاي الناس من فزعة وعلى الفرهود باق راية العباس وراحت ناس ردت ناس وين الناس من قد ما نشيع اعزاز ما يلحق يطق الياس صفينا احنا كل من دمعته بعينه نخاف نسمع عبد الله ونكسر خاطر سكينه ونخاف العنب عندنا يبات هيك احنا تربينا تشفيد الخضر موجود شفناه بصوانينا سلامتك احسنت الله يخليك احسن الله عليك طبعا هي هديه لك الام عراقيه اصيله كانت لها قدوة رملة وليلى سلام الله عليه في كربلاء وزينب الكبرى وأم البنين حيث هذه سلسلة الدماء والوريد الذي تواصل مع وريد الحسين ما نزف إلا من أجل هيهات من الذلة ومن أجل لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلي ولي الله وعلى راية الإسلام أقول أبشرا يا أمهاتي إن شاء الله كل اللي راح هنا يوم القيامة تلقونا مع الحسين وتطلع عيون شنة إن شاء الله سنت نرجع لخادم الحسين أبو زينب زينب سلام الله عليها مسؤولية على عاتقنا بأن نوصل اللي تريده زينب اللي قالته زينب حقيقة شلون مثلا نقدر نوصل هالصورة بالشعر شو تشوف يعني مثلا تعتمد على شاعر منبري بحث يعني أو على شاعر مثلا أصلا هو منصة ويكتب منبري قام يعني شو تشوف الصورة تجي منين أخو مثلا اللي يكتب منصة أنا لاحظتها بأغلب الشعراء نعم. اللي كان يكتب من الصيف واتجه للمنبري صارت عدة صور أقوى يعني شنو السبب؟ اللي أغلب اللي يكتبون من الصيف حقيقة يعني تابعتهم قراءتهم للتاريخ ويعتمدون على قراءة التاريخ يعني أقدر أقول لك ألخص لك الكلام ثقافة ثقافة إيه ثقافتهم اللي تابعتهم أنا يعني ما أبدأ أحدد لك أسماء بس أنت سمعت اللي انقرب هذا محرم أغلب الشعراء اللي كانوا يكتبون منصة يعني مو ربما أبو القصيدة المنصة مثلاً يكون عنده صور أوسع من الحسيني باعتبار الرادود الحسيني الشاعر الحسيني مثلاً محدد بفد مصيبة يقدر يطلع لكن ما مسوي تجربة اللي يجمع الاثنينات اللي جامعها الاثنينات منصة أي أنا أشوفه يعني يجيب صور أقوى ويجيب شيء جديد يعني أغلبهم يجيبون شيء جديد حلو بس شوف يعني اقدر اوصل لك صوره اكثر مثلا للسيده زينب سلام الله عليها لان شوف السيده زينب يعني رغم القصائد الكثيره المكتوبه عنها لكن احسها مظلومه احسنت ما جاي شوف القصيده اللي توصل الشيء اللي تريده السيده زينب مثلا بالفعل سمعنا شيء ابو زينب ابو علي والله مثل ما تفضل ابو حسين سال علاء انا عندي قصيده للحشد ارد اهديها بهالمناسبه مناسبه الولاده الطيبه للسيده زينب عليه السلام اهديها للحشد يستاهلون للشاعر محمد الجماسي تحياتنا له الله يحفظه الشاعر محمد الجماسي يقول علو وياك يا حشد عباسي علو وياك يلي رافع راسي علو وياك يلي رافع راسي ما يلاونك لأن كلك حميان جعفري غيرتك مو داعشية جعفري غيرتك مو داعشية كنا ندرب طاعتك للمرجعية حاضن الساتر وما بعت القضية اي والله حاضن الساتر وما بعت القضية علو وياك يا أعز من ناسي علو وياك يلي رافع راسي بالفعل والله لو مهمة صحيح احنا ما قاعدين هاي الجلسة صحيح نادل نفسهم وضع أرواحهم على كف أيدي كمل علو وياك يلي رافع راسي يا هلا وميت هلا بحشد المبارك
بالوطن يوما بعد يوم انتصارك تحرر الباقي شعبنا بانتظارك حتى نقرا لك سور حتى نقرا لك سورة تبارك علي وياك يا شريك انفاسي ها علي وياك يلي رافع راسي شو نقول له هواي طاولوا على حشد الله يلعنهم صحيح. نقطع ايد الحاول بكلمة يمسك مو نظيفة نطفته اللي ما يقدسك اي والله نقطع ايد الحاول بكلمة يمسك مو نظيفة نطفته اللي ما يقدسك انت نور الله ما يطفون شمسك الله والعباس والزهرة تحرسك الله اي والله الله والعباس والزهرة تحرسك علي وياك يا نبض بإحساسي علي وياك يلي رافع راسي علي وياك يلي رافع راسي اعتقد النسخة الثانية ما جايفة احسن تحياتنا للشاعر محمد جماسي محمد جماسي يعني وبدت قصائده ما شاء الله في المجالس نسمعها صوره شعريه جميله جدا الله يوفقه بحق محمد وآل محمد ابو ذيات الريد ويمكن انا ابدي لكم ابو ذيه حتى واحده من المله ووقتنا ان شاء الله شارف طبعا هي ولاده وانا ما حافظ غير ابو ذيات الحزن بس شلون هسه راح يصير ان شاء الله يلا ماشي ان شاء الله خير ماشي شهدها مواقف زينه بالعالم شهدها مواقف زينه بالعالم شهدها على كل لسان ظل يجري شهدها لامها الزهره بالمولد شهدها الصلاه على النبي اجمل هديه اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد بكيت ودمعتي عليكم ما تنشاف وترست العلقم وعيني ما تنشاف بكيت ودمعتي عليكم ما تنشاف وترست العلقم وعيني ما تنشاف انا زينب من القلك ما تنشاف الله انا زينب من القلك ما تنشاف السما توقع ذات تنشاف ايدي الله سنت تقول انا احب اقرا هاي الهوسه دائما هوسه من الامام المهدي والامام الحسين عليه السلام يقول هذه روحي المهدي هدية وهاي رمش العين هذه روحي المهدي هدية وهاي رمش العين ردت قلبي لك أهدي فقدته ومدري رايح وين أثار مرافج الزوار ورايح يم حبيب حسين متعني المحبوبة يزوره الله يحفظك أبو علي مو سبية يا هل فرعون أحذرك مو سبية يا هل فرعون أحذرك مو سبية ولو لي هسه جرحك مو سبية مشت للشام زينب مو سبية مشت تهدم عرش دولة أمية طبعا تحادي الشاء لأنه ما أعرفه لكن البيت أثر بيه مشت تهدم عرش دولة أمية ختاما أحبتي مشاهدي قناة الإمام الحسين الفضائية الثانية نشكر لكم طيب المتابعة ونشكر ضيوفي خادم الحسين الله يحفظك أبو علي وشرفتنا حبيبي الله يحفظك الله يديم هاي البرامج والقنوات إن شاء الله طيب أي والله قناة الإمام الحسين تحية للكادر حقيقة المبدعين الطيبين الله يحفظهم إن شاء الله الله يحفظك ونرحب مرة ومجددا إن شاء الله ونستضيفك في حلقات قادمة إن شاء الله إن شاء الله شرفتنا حبيبي أبو حسين أستاذ علاء زبيدي وأنرت وأجدت وطيب الله أنفاسك موفق إن شاء الله شكرا لكم مشاهدينا ولكادر قناة الإمام الحسين فضائية الثانية المخرج والمصور والمعيد والإضاءة شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.